يلا طلابنا المحترمين، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب. قالت الملائكة نقول سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أمر عليه الصلاة والسلام أن يقول وقرب زدني علما. من أراد الدنيا فعليه بالعلم، ومن أراد الآخرة فعليه بالعلم، ومن أرادهما معا فعليه بالعلم. كيف حالكم يا أهل الخير؟ إن شاء الله تمام. الله يا ربي يرضى عنكم ويعطيكم الصحة والعافية إن شاء الله والتوفيق وهداة البال. شو بنسوي؟ إيش أنتوا حكوا؟ بنوقف الفيديو فورا، شو نروح نسمع كلمات الوحدة السادسة، ونبلش بسماع الوحدة السابعة كمان. اللي عليكم عليكم، الله يرضى لي عنكم يا رب. الآن قطعة سهلة جدا، يا الله شو أفكارها سهلة، يا الله سهلة بسيطة جدا، اسمها German Jordanian University. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا يا طلاب المؤدبين، University معناها اللي هي جامعة أكيد. الآن German Jordanian اللي هي الجامعة الألمانية الأردنية. طبعا بيجوز تعرفوا الجامعة الألمانية الأردنية هاي اللي على طريق المطار، الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم إن شاء الله. طيب الآن هذا هو عبارة عن بلوج يا جماعة الخير، هيا أكتب الكلمة هون، بلوج اللي هو يعني زي مدونة شخصية. الآن هذا كتبته بنت اسمها أنيتا البنت. الآن اسمها مش مذكور في القطعة، الآن اسمها الله يرضى لي عنكم ويهدي بالكم يا رب موجود اللي هو في الكتاب، فخلص هي اسمها اللي هي اسمها أنيتا. إذن هذا عبارة عن بلوج اللي هو مدونة شخصية يعني. الآن في البداية بتحكي البنت قبل سنتين، سهلة جدا القطعة، بتحكي عن تجربتها في الأردن هون. هلا البنت هاي يا جماعة الخير باباها الله يرضى عنكم يا رب يهدي بالكم إن شاء الله، أبوها من الأردن ومميتها ألمانية. فالبنت أتيحت لها الفرصة تيجي في الأردن هون الله يرضى عنكم، لأنه أبوها استقر بألمانيا. طبعا هسه جزء فينا بترك القطعة ويبلش هسه، والله شكله أبوها ما أمها ما أبوها ما مانش على أمها، والله شكلها يا عم الألمانيات، وهذول اللي بفتوا هيك يا عم الألمانيات قويات هذول، والله هذول الزلم ما بيمون عليهم هذول، لا طلع والله فصلته عن أهله وراح هناك عاش بألمانيا وترك إخوانه. ونترك القطعة كلها، القطعة عن شو بتحكي وشو فوائد، لا 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 نتركها كلياتها ونبلش إنه الألمانيات قوايا يا أخي هذول، والله هذول مش سهلات بالمرة. المهم يا أهل الخير، البنت هاي قبل سنتين الله يرضى عنكم يا رب قضت مجموعة أشهر هون في دراسة اللي هي اللغة العربية في الجامعة الألمانية الأردنية. بتحكي البنت أول ما صحت لي فرصة أني آجي على الأردن عشان أدرس اللغة العربية بشكل يعني رسمي، الآن تركت أنا كل إشي حوالي وإجيت فورا، يعني استغليت الفرصة مباشرة ما ترددت إطلاقا لا من قريب ولا من بعيد. تمام تمام. البنت هاي يا جماعة الخير الله يرضى عنكم يا رب تحكي عن تجربتها وكيف كانت بتأخذ الحصص هون في ألمانيا، وين في الأردن، وين عاشت، يعني مين اللي استقبلها، بقت عند مين، ظلت عند مين، الله يرضى عنكم يا رب. بتحكي لنا عن أوضاع الطلاب بشكل عام هون، وبعيد عنكم بعيد عن مسامعكم كذبت لها كذبتين ثلاثة ذول اللي هون، لأنه ما حيصدقوا أكيد هسا بنشوفهم، الله يرضى عنكم يا رب. الآن بلش فقرة، فسهلة جدا جدا القطعة ما فيها شيء. Two summers ago، الآن قبل صيفين يعني قبل سنتين قصدها. Two summers ago I spent، قضيت اللي هو الماضي من spend، spent قضيت، five months خمس أشهر، studying Arabic في دراسة اللغة العربية، at the German Jordanian University في الجامعة الألمانية الأردنية بالقرب من مادبة، near مادبة، بالقرب من مادبة. I spent five months، خلينا نتذكر معلومة فصل أول. الآن spend شو بيجي معها كان time مش هيك؟ طب وين كلمة time؟ ما في، بس احنا طلاب توجيهي، ما هذا five months عبارة عن time يا جماعة. إذا قضيت خمس شهور في دراسة العربية في الجامعة الألمانية الأردنية بالقرب من مادبة. هلا as my father، لأن والدي، as my father لأن والدي، is originally from Jordan، هو بالأصل من الأردن، لأن والدي هو بالأصل من الأردن، I grew up يعني ترعرعت أو نشأت أو نميت، كبرت يعني، speaking Arabic متحدثة العربية، as well as بالإضافة إلى الجيرمن
الألمانية. إذن اللغتين اللي كانت بتحكيهم عربي وألماني. أبوها من الأردن، معناها إلا ما تعرف شوية عربي، وهي أصلا مميتها ألمانية وعايشة في ألمانيا، إذن ألماني أكيد لغتها حتكون جدا قوية. أوكي. إذن as my father is originally from Jordan, I grew up speaking Arabic as well as German. However, إلا أنه I had never studied Arabic formally. أنا لم أدرس العربية بشكل رسمي. عمري ما درست العربي بشكل رسمي كقواعد وأشياء وشعر ونثر، وما درسته بشكل رسمي. And when the opportunity وعندما الفرصة came up for me أتيحت لي جاءت لي to spend لقضاء سنة في الأردن a year in Jordan في دراسة العربية I did not hesitate لم أتردد for one moment لم أتردد للحظة ما ترددت للحظة. أوكي يا رب. الآن يا طلاب المؤدبين نرجع الآن two summers ago I spent مش غلط أبدا نحط على هاي اللي هون اللي هي verb two. verb two اللي هو إيش هذا اللي هو ماضي إيش يا طلاب المؤدبين ماضي بسيط قضيت five months خمس شهور studying Arabic الآن في دراسة اللي هي العربية الآن at the German Jordanian University near Madaba as my father لأن والدي as my father متذكرين في القطعة الأولى ذكرنا الكلمات هذول الموجودات في دوسية الحفظيات اللي كنا مرارا وتكرارا بنكررهم في الفصل الأول إيش هم الكلمات because و since و as و because of و due to إيش وظيفتهم هذول showing cause أو reason because since as because of due to وظيفتهم showing cause أو reason as my father لأن والدي is originally from Jordan هلا هاي اللي هون لا تخضع لقاعدة من القواعد الاشتقاق اللي درسناها ومن الأصل إن ما نشوف إشي زي هيك لكن خلي الطالب عنده فكرة الآن لأن والدي is originally هو بالأصل from Jordan شوفوا التركيبة بالله عليكم هاي انتبهوا لها شوي is originally from Jordan انتبهوا لها طلابي الله يرضى عنكم يا رب في مرونة عقلية ولازم انتبه هيك شغلات من هون الله يسعدكم يا رب I grew up نميت ترعرعت grew up معناها اللي هي spent childhood الآن spent وهون child اكتبوا عليها childhood هاي بمعنى اللي هي نميت أو ترعرعت يعني قضيت فترة طفولتي إذا spent childhood نميت أو ترعرعت يعني قضيت طفولتي كتبتوها الله يرضى لي عنكم يا رب الآن I grew up طبعاً I و my و I و me و me كلهم هذول على مين بيعودوا على أنيتا البنت هاي نقدر نكتب له the writer أوكي بس اللي هي أنيتا هذا الشغل الصح إذن I grew up speaking Arabic as well as German هلا however إلا أنه طبعاً وظيفتها showing a position فصل أول وتتبع اللي هي بفاصلة however I had never studied لم أدرس العربية formally بشكل رئيسي and when the opportunity came up for me وعندما جاءت لي الفرصة لقضاء سنة في الأردن طبعا ما في تناقض طلابي إنه هون خمس شهور وصارت هون اللي هي سنة هلا سنة فترة الإقامة كلها كاملة مثلا ممكن أعتبرها زي هيك من ضمنه خمس شهور في الجامعة يعني هيك بس معلومة لأنه ممكن طالب يخطر في باله طب كيف خمس شهور وتحت حكت سنة يعني لا عادي الأمور طبيعية الآن لقضاء سنة في الأردن I did not hesitate for one moment يا الله ما أجمل هالكلمة هاي الآن hesitate معناها اللي هي يتردد هون معناها لم أتردد I did not hesitate for one moment لم أتردد للحظة الآن مش غلط نتذكر أو نعرف شو الكلمة اللي معناها متردد الشخص المتردد اللي هو بنسميه اللي هو hesitant هذا معناها اللي هو متردد عبارة عن اللي هي صفة إلكم أنتم الكلمة هاي الآن بس إلكم لمعرفتكم يعني الآن الفعل هو hesitate معناها يتردد حطوها بمستطيل نسأل عنها هاي املأ فراغ ممكن فديروا بالكم يا طلاب المؤدبين الله يرضى لي عنكم يا رب أوكي فهاي اللي هي جزئية طيب الآن كتبنا يا أهل الخير أوكي
الآن هاي البنت والدها قلنا من وين يا أخواني؟ من الأردن، من هون. إذن 100% إلها أقارب، 100%. فأجت عند أقاربها من جهة والدها في الأردن هون في مادبة، الآن قريبين إلى حد ما من الجامعة. الآن وصفت العائلة منها عائلة جدا ممتازة، جدا لبقة. البنت بتحكي أنا استغربت كثير من عدد الطلاب الأجانب، يعني توقعت أنه أنا بس لحالي من الطلاب الأجانب، فاكتشفت أنه في عدد مهول جدا من الطلاب الأجانب اللي جايين يدرسوا العربي الآن هون. البنت بتحكي الله يرضى عنكم يا رب أنه أنا في ألفة بينه وبين اللغة العربية العامية، يعني مش الستاندرد، مش الرسمية، اللغة العامية اللي هي زي لغة الشارع. من وين جبتها؟ اللي هو من أبوها. طب كيف أبوها؟ والله إلا لما كان يحكي لها سكر الباب، ما مستحيل يحكي لها قومي بإغلاق الباب أو أرجوك أن تفتح النافذة. الآن بحكي لها سكر الشباك، افتح الباب، جيب مي، ماذا إلى آخره من الشغلات هاي. فالبنت بتعرف شوية من اللغة اللي هي المحكية. الآن هون ما أجت تدرس اللغة المحكية السوالف العادية هاي، أجت اللي هي تدرس اللي هي اللغة الستاندرد اللي هي اللغة الرسمية. أوكي، الآن I have relatives in Jordan، لدي أقارب في الأردن، عندي أقارب في الأردن. طبعا مين اللي هي؟ أنيتا. أوكي، and they arranged for me، ورتبوا لي اللي هي لأنيتا، they arranged for me ورتبوا لي. من هم اللي they؟ هلا كلمة relatives أوكي، بس إذا بدنا شغل احتراف بتعود على اللي هي Anita's الآن relatives اللي هي أقارب هاي البنت. أوكي، الآن and they arranged for me، ورتبوا لي to stay، أن أمكث أو أبقى with a wonderful family، مع عائلة رائعة. Who live just outside مادبة، والذين يعيشون who اللي هي a wonderful family هاي. Who live والذين يعيشون just outside مادبة، يعني برا مادبة، قريبين جدا من مادبة، يعني هاي مادبة مثلا النقطة الفلانية، الآن مباشرة برا مادبة، قريبين يعني إلى حد ما من مادبة. إذن هو lived just outside مادبة. I was amazed، كنت مندهشة. I was amazed، كنت مندهشة. By the number of international students there، بعدد الطلاب الأجانب، international دوليين يعني أجانب قصدهم، الطلاب الأجانب. الآن there هناك، هناك وين يعني المقصود؟ اللي هي في الجامعة الجيرمان جوردانيان يونيفرسيتي. إذن كنت مندهشة، I was amazed by، للطلاب اللي بيدوروا على شغلات دقيقة جدا، بعد amazed بيجي by، amazed by. كيف مثلا يا مؤدبين كلمة interested بيجي وراها in، الآن amazed بيجي وراها by. الآن هو not only from Germany، والذين لم يكونون فقط من ألمانيا، هو not only from Germany، ما كانوا فقط من ألمانيا، but لكن from all over the world، لكن من مختلف أنحاء العالم، but from all over the world، من مختلف أنحاء العالم. إذن هو not، مين هم؟ هو الذين لم يكونون، اللي هم إيش؟ the international، اللي هو international students، طلاب الأجانب. ما كانوا فقط من ألمانيا، but from all over the world. الآن now notice this word but is preceded by a comma، مسبوقة ب اللي هي comma فاصلة. From all over the world، من مختلف أنحاء العالم. هلا اللي درس معي الآن الإنشاء الفصل الأول، كنا نحكي في مصطلح from all over the world، from many countries، from كذا كذا، اللي هي from إيش؟ اللي هي from far and wide، والمتذكرها الآن بيكون وضعه تبارك الله الرحمن الرحيم، from far and wide اللي معناها بالعربي إيش يا جماعة الخير؟ من كل حد بن وصوب، من كل حد بن وصوب، يعني من كل بقاع الدنيا. هلا most of them، معظمهم، منهم them، معظمهم اللي هم الانترناشنال ستودنتس، most of them، معظمهم had studied Arabic، درسوا العربية to a high level،
هلا مش الطالب اللي بده يدرس انجليزي مثلا هون في مراكز متخصصه في دراسه مثلا بريتش كونسل مثلا او شيء او الاميديست او الى اخره، الان بيكون في مستويات 12 ليفل مثلا 12 مستوى او ما شابه. فالان بتحكي عن الطلاب جزء فيهم درس العربيه لمستوى عالي جدا الان تو ا هاي ليفل. I am very familiar with colloquial Arabic. أنا I am very familiar with، أنا في ألفة بيني وبين colloquial Arabic اللي هي اللغة العربية المحكية. الآن كلمة colloquial مهمة جدا 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 جدا. الآن كلمة familiar اللي فيكم هسه أظن ناسيين طبيعي، بس لما أذكركم لازم تتذكروا. بالفصل الأول الوحدة الثانية مر علينا قاعدة used to و be used to. هلا في قاعدة used to و be used to لما كنا نحول لبي used to كان في كلمات اللي هي normal و familiar و customary و كلمة accustomed، هذول كنا نحولهم لإيش؟ لبي used to. إذن بهالزمنات أبدا مش إشي غلط إن نتذكر، بس اربطوها ببي used to. بي used to واتفقنا شغلنا فصل أول وفصل ثاني، أنا مش جاي درسك فصل ونخلص، هذا بدنا نربط المادة مع بعض. الله يرضى لي عنكم يا رب. إذا أنا كثير مألوفة في ألفة بيني وبين الكلوكيال أرابيك، which is what والتي، which is what والتي، which اللي هي which بتعود على الكلوكيال أرابيك طبعا اللي هي اللغة هاي، which which is what والتي my family، والتي عائلتي، my family عائلتي. الآن عائلتي speaks and understands، والتي عائلتي تتحدثها وتفهمها، speaks and understands، والتي عائلتي تتحدثها وتفهمها. هلا كلمة family يا طلاب يا مؤدبين، ترى ممكن هاي مفرد ممكن جمع، يعني بالقطعة هاي مرة استخدمها مفرد مرة استخدمها جمع، هون حط للفعل أس على اعتبار إنها إيش، إنها مفرد. الآن إذا أجتكم نستخدمها مفرد دائما. طيب افرض جاب لي بالخيارات مفرد وجمع، ما حيجيب لي. طب افرض ما حيجيب لي، طب افرض جاب لي مفرد. الآن the Arabic class صف اللغة العربية in modern standard Arabic في اللغة العربية الحديثة standard اللي هي الفصحى. كلمة طلاب المؤدبين كلمة standard لما تيجي مع اللغة بيكون قصده فيها الفصحى. was challenging كان فيها تحدي خاصة القواعد، أكيد مش للألمانية، للعرب القواعد، خلي الواحد ساكت أحسن. فهاي اللي هي جزئية، الله يرضى لي عنكم يا رب. طلاب المحترمين الله يرضى لي عنكم يا رب. الآن الجزئية هاي البنت بتحكي لنا عن تجربتها الأكاديمية الآن وعن الطلاب وشو أوضاع الطلاب، الله يرضى عنكم يا رب. الآن طلابي البنت هاي كان واجب هي والطلاب الانترناشنال اللي هم الطلاب الأجانب حكينا، كان لازم يدرسوا يا جماعة الخير ويحفظوا 50 كلمة في الأسبوع. احفظوا الرقم 50 كلمة في الأسبوع، لازم يحفظوا 50 كلمة في الأسبوع، حفظ عن غيب عن غيب عن غيب. 50 كلمة لازم انتوا زيهم يعني. الآن تحكي البنت هاي العيش مع عائلة ساعدني كثير إني أطور مهاراتي، أكيد طبيعي جدا. الطلاب الأجانب الآخرين بيمارسوا اللغة العربية في القاعات الصفية، في القاعات الصفية وفي الشارع. الآن بده يروح يشتري من محل الخضار، بده يروح يشتري من مطعم، أكيد بده يستخدم اللغة هاي، واللغة هاي بيكسر لغات معينة هيك. الآن بينما هاي البنت كانت تستخدمها في القاعات الصفية، كانت تستخدمها في الشارع، وكانت تستخدمها مع العائلة. إذن العيش مع العائلة ساعدها بزيادة أنها تطور مهاراتها أكثر 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 فأكثر. فهي اللي هي شغلة رئيسية، الله يرضى عنكم يا رب. يلا بنشوف شو بدنا نشتغل هون. الآن every week كل أسبوع we had to learn، كان واجب أن نتعلم. من هم we had to learn اللي هي Anita and، الآن هاي بتعود على Anita and other international students، other international الآن students، أو ممكن أحكي له اللي هي بتعود على international students لأنها Anita is included من ضمنهم. إذن we had to learn كان واجب أن نتعلم a vocabulary list قائمة مفردات
يلا كتبت المفروض قائمة مفردات of around 50 words 50 كلمة. We covered many topics. We covered بمعنى غطينا. We covered means we studied. غطينا درسنا. We covered many topics. غطينا الكثير من المواضيع. يعني مش بس حفظ كلمات، لا حفظ كلمات شوية قواعد شوية شعر شوية كذا كذا. الآن living with a family، العيش مع عائلة. Living with a family، العيش مع عائلة. Helped me أو helped ساعد to improve في تحسين my Arabic speaking skills مهارات التحدث في العربية. العيش مع عائلة ساعدني في تطوير في تحسين. أفضل كلمة بمكان كلمة improve هون اللي هي كلمة refine اللي هي أصلاً تستخدم مع skills refine skills يسقل مهارات. ما حيطلبنا وزارة شو معنى refine، بس لكم أنتوا طلاب توجيه الله يرضى عنكم يا رب. Because لأن because since as because of due to وظيفتهم إيش حكوا showing cause or reason. جيد جيد. طيب while all the students بينما جميع الطلاب قصدها هون اليوم الانترناشنال الطلاب الدوليين heard Arabic سمعوا العربية. الآن جميع الطلاب سمعوا العربية. الآن سمعوا العربية in the classroom في القاعة الصفية and streets وفي في الشارع. إذا سمعوا اللغة العربية in the classroom وفي الشارع بنحط الآن هون اللي هون رقمه A مثلا street this is B. شو كيف العوج هون A وهون اثنين. الآن B I could also استطعت أيضا طبعا I me my كله أنيتا مش هيك. I could also practice it استطعت أن أمارسها اللي هي Arabic it اللي هي العربية استطعت أن أمارسها at home. إذن at home this is number 3 لا طبعا C. الآن شو هم A و B و C. الآن A و B و C الأماكن اللي أنيتا قدرت قدرت يعني الآن تمارس فيها اللغة بشكل عام A B C. طب شو هم A و B لحالهم؟ A و B بس للطلاب الأجانب بشكل عام. إما هاي البنت A B C إذن A B C A B C هذول اللي هون لأنيتا أنيتا. الآن A و B لحالهم اللي هم الطلاب الأجانب بشكل عام. أوكي الطلاب الأجانب. الآن I really put my back into it. أنا حقا I really put my back into it. أنا حقا هذا المصطلح جدا فخم. الآن to put one's back into something معناها يكرس جهده. مستطيل محترم يكرس جهده اللي هو to put يعني a lot of effort إن نضع جهد في شيء معين. هذا مهم زائد إنجليزي هذا زائد إنجليزي. الآن هذا مصطلحات الإيش له علاقة في مصطلحات الإحكو مصطلحات الجسم. إذن I really put my back into it and I earned كرست جهدي. وسبحان الله لما البني آدم يخلص النية لشيء معين بيحصل لأنه إنا لا نضيع أجر من أحسن عمله. الآن I earned وحصلت على an A on the course حصلت على A on the course امتياز يعني ما شاء الله عقبال عندكم يا رب إن شاء الله يا كريم يا الله. إذن الله يسعدكم يا رب. فلازم نعرف هون الأماكن اللي مارست فيها اللي هي اللغة ثلاث أماكن والأماكن اللي مارسوا فيها الطلاب الأجانب اللغة اللي هم فقط مكانين وننتبه لبوت ماي باك انتو. يلا شو رأيكم نتذكر معلومة مشتقات الآن آي اللي هون سبجكت فاعل. الآن put هذا اللي هون اللي هو الفيرب بالفعل. يا أخي شو اللي حشر الظرف بينهم؟ لأنه يعتبر الظرف شماله زيادة من مواقعه قبل الفعل الرئيسي. من مواقع الظرف وين يا طلاب المؤدبين؟ حكينا بداية نهاية بين 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 احكوا يلا بداية نهاية بين 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 كملوا قبل وبعد قبل الفعل الرئيسي وبعد الفعل الرئيسي الله يرضى لي عنكم يا رب ويهدي بالكم يا الله. طيب
الآن هون بتحكي عن اللي هو اللي لفت انتباهها في الطلاب بشكل عام، بتحكي انه لفت انتباه الطلاب في الأردن هون يا أخي تصرفاتهم يعني إشي بيدل على مستوى عالي من كل شيء، وتصرفاتهم بتدل يا طلابي على توجهاتهم للدراسة، يعني تشعر أنه الدراسة goes تمشي through their blood تمشي في دمهم، هذا على نيتها على نيتها على نيتها. هاي حركة الختائر الكبار تعرفوها، بعد ما تحكي ما تخليش تحكي بحطش بذمتي وتضل إشي تحطي بذمتك يا حجة، ما أنت صرتي حاكمة اليوم شغلة. المهم فهاي اللي هون الله يرضى لي عنكم يا رب، تحكي عن الطلاب أوكي، بتحكي الطلاب بيقدروا أهمية الدراسة هيك، وتشعر إنه كلهم يا الله المكتبات تعج عج ما شاء الله في الطلاب في المكتبات اللي في الجامعات، والأمور كثير كثير مريحة، والحياة كلها يعني فراشات، وتبقى الحياة دائما وأبدا جميلة. شو يا رب جميلة يا أهل الخير؟ يلا حسب يحكوا لي صفة، لا مش صفة، حال منصوبة. الآن الله يرضى لي عنكم يا رب ويهدي بالكم، اسمعوني اسمعوني. الآن بتحكي عن الطلاب كثير لفت انتباهها اللي هو behavior their behavior اللي هم سلوكهم و their attitude to studying توجهاتهم للدراسة. كل الطلاب اللي قابلتهم قدروا أهمية التعليم الجامعي وإيش حيفيدهم في اللي هو في ازدهار بلدهم لاحقا أوكي، فهاي اللي هي جزئية الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم. الآن طلاب المؤدبين، الآن what impressed me most الذي بمعنى جذبني أكثر شيء أو الذي لفت انتباهي أكثر شيء، what attracted بمعنى what attracted my attention most، هيك قصدها، الذي لفت انتباهي أكثر شيء، what impressed me most الذي لفت انتباهي أكثر شيء، what attracted my attention most يعني about students in Jordan عن الطلاب في الأردن، أكثر شيء لفت انتباهها was the behavior سلوكهم تصرفاتهم، هذا اللي هو واحد، and the attitude to studying وتوجهاتهم للدراسة. يلا was the behavior سلوكهم تصرف سلوك، and their attitude to studying وتوجهاتهم للدراسة. إيش رأيكم نكون صح هيك زغرتية ونروح نحط على هاي الكلمة مستطيل، لأنها مرت علينا زمان في قطعة كانت ثلاث مرات موجودة كلمة attitude والله بالفصل الأول، وكنا نحط عليها مستطيل ومهمة وديروا بالكم وكذا. الآن their behavior their attitude their من هم their students in Jordan، إذن اللي لفت انتباهها أكثر شيء في الطلاب في الأردن سلوكهم تصرفاتهم، وذير attitude to studying توجهاتهم للدراسة. All the students كل الطلاب who I met الذين قابلتهم، هو صح بس ترى الأجمل منها whom I met، لأنها whom تستخدم للمفعول به، فأصل الجملة أنا قابلت الطلاب هيك، فالمفروض whom I met، هاي مش غلط أكيد مش غلط، بس هذيك لغويا أجمل منها. الآن الطلاب اللي قابلتهم هو اللي هم all the students، ممكن طالب يحكي all the students Anita met أو all the students she met مثلا، صح عادي. الآن كل الطلاب اللي قابلتهم appreciated، إذن هاي ممكن نضيفها لرقم ثلاث. الآن they appreciated بمعنى قدروا appreciated قدروا. الآن طلابي هون معلومة هيك بسيطة، مرونة عقلية، نفهم فهم كلكم فهم يا بي، ما أحسن الفهم. الآن روحوا هون على هاي اللي هون، ترى هاي جملة لحال، هاي جملة لحال، أصل الجملة إيش؟ all the students appreciated، فهون فاعل subject هذا فاعل، إذن هذا اللي هون اللي هو الفعل verb. الآن all the students كل الطلاب قدروا أدركوا the importance of أهمية the importance of أهمية of their university education أهمية التعليم الجامعي، هاي كلها تابعة لها طبعا التعليم الجامعي، and the opportunities والفرص it would give them التي ستعطيها إياهم في المساهمة contribute في المساهمة to their country's prosperity في ازدهار البلد في ازدهار البلد. إذن هذول ممكن أنا أعتبرهم هذول الله يرضى لي عنكم يهدي بالكم اللي هم كم
ثلاث أشياء لفتوا انتباهها عن الطلاب في طلب شغلتين أول شغلتين طلب ثلاث نكتب له الثلاث هذول. الآن يلا طلابي المؤدبين نرجع لرقم ثلاث من جديد. كل الطلاب اللي أنا قابلتهم appreciated قدروا the importance of. الآن بين the of دائما اسم importance اسم A-N-C-E اسم the importance of their university education أهمية اللي هو تعليمهم الجامعي their طبعا all the students their أو students in Jordan ما بتفرق تعليمهم الجامعي and the opportunities والفرص التي ستعطيها إياهم. مين اللي بيعطي مين؟ الآن اللي هو الات بتعود ديروا بالكم شوي خطيرة هاي ات بتعود على اللي هو university education it would give them. إذن التعليم الجامعي سيعطيهم يعطي مين يا جماعة الخير؟ يعطي اللي هم الطلاب. الآن to contribute للمساهمة في contribute المساهمة في هاي الكلمة شو رأيكم نحط عليها مستطيل؟ هاي وحدة أولى زمان مرت علينا في أظن 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 مر علينا إشي اسمه create a website و contribute to a website أظن في إشي زي هيك contribute to a website contribute بجوارها to الآن بمعنى يساهم في موقع يساهم اللي أظن to offer writing أو شيء زي هيك في الوحدة الأولى أكيد يا رب يا رب ها شوي هيك متذكرينها. الآن to the country's prosperity في ازدهار البلد طلابي هاي مش موجودة في القطع إلا هون هاي الكلمة فكلمة نوعية كثير يعني المقصود أنها مش موجودة إلا هون فالطالب إذا فقدها من هون فقد الخير الكثير لا سمح الله والعلم الوفير فندير بالنا. الآن they also showed هم أيضا أظهروا أو بيّنوا مين هم اللي هم all the students أو students in Jordan ممكن أضيف هاي اللي هون رقم أربعة ممكن طبعا السؤال كثير حيكون سطحي يعني فالطالب قاعد بكتب كل الكلام مرة بعض صح. They also showed extremely positive values values معناها قيم values قيم positive إيجابية extremely جدا أو كثيرا إذن أظهروا أو بيّنوا قيم إيجابية. الآن فعلياً فعلياً هاي نفس اللي هي their behavior and their attitude to studying نفس الشيء يعني الآن ممكن نعتبرها رقم أربعة. هسا الله أعلم إنها أنيتا الله أعلم إنها راح تؤثم من وراء هالجملة اللي حكتها هون والله تعالى أعلم. هلا بدايتها صح والحمد لله لا هذا يعني الحق يقال وحكينا إعراب يقال مئة مرة شو إعراب يقال الجملة الفعلية مبنية في محل رفع خبر للفعل للمبتدأ الحق يقال هو أصلا مبني المجهول ونائب الفاعل ضمير مستتر تقديره هو والجملة الفعلية في محل رفع خبر للمبتدأ الحق. المهم الآن بتحكي إنه كل طالب كان كل شخص وصادفته كان صادق هاي الحمد لله رب العالمين يعني موجودة الحمد لله بس حكت جملة بعدها حتؤثم عليها الله تعالى أعلم بتحكي أنه الناس هون لما يختلفوا في وجهات النظر بيجلسوا مع بعض ويسمعوا لبعض ويتحاوروا مع بعض وما بتطاوشوا بالمرة. الآن هون هي حكت ما هذا هاي الكارثة أنا حكت أنه ما بيصير بينهم خلافات ولا يعصبوا على بعض ولا يزعلوا من بعض ولا لا ما في ما في يعني هي ما وقفت عند إشارة ضوئية فتحت ثلاث أربع مرات وواحد كان موقف بنص الشارع مثلا وسمعت هيك خمس دقائق شكلها ما تعرضت لهذا الموقف فعشان هيك الله يا ربي يسعدها إن شاء الله فحكت مدحتنا مدحا كثيرا ووفيرا. أوكي. Everybody was honest كل شخص كان صادق and people discussed يا الله ما نزملها والناس discussed بيتناقشوا نقاش الآن discussed problems تناقشوا في مشكلاتهم rather than بدلا من بمعنى instead of rather than بمعنى instead of بدلا من getting angry بدلا من الغضب يعني الحمد لله ما كان خيار انهم يعصبوا على بعض مو موجود اصلا عندنا في الاردن هذا الخيار. الان getting angry بدلا من الغضب if they disagreed with each other اذا اختلفوا if they disagreed with each other إذا اختلفوا مين هم هذول اللي هم they اللي هم people الناس إذن people discussed problems الآن كانوا يناقشوا مشكلاتهم وشؤونهم شؤونهم كلمة قوية شو معنى شؤون اكتبوها لحال اللي هي كلمة affairs بمعنى شؤون كلمة بتسطل ممتازة
شؤون rather than بدلا من getting angry. وين هم جماعة الفصل الأول؟ getting angry اللي الآن كان في مصطلح لون كأنه معناه إشي يغضب غضب إشي زي هيك ناسي شو هو إيش احكوا يلا احكوا seeing red. إذن اكتبوا على getting angry اللي هي هاي seeing red. إذن الناس يا جماعة الخير كانوا الله يرضى عنهم إن شاء الله ما شاء الله الناس في الأردن هون بيناقشوا بعض نقاش هيك بدل من إنهم يعصبوا على بعض ما في الحمد لله هاي مش موجودة عنا الحمد لله. فهاي اللي هي شغلة إذن seeing red if they disagreed with each other إذا اختلفوا مع بعضهم. إذن هون صار في عنا اللي هي الشغلات اللي لفت انتباهها في الطلاب ممكن يسأل سؤال بس بكثير ضعيف صراحة السؤال إنه يعني إيش الأشياء اللي لفتتها في الطلاب اللي قابلتهم تحديدا الآن بنكتب له الشغلتين هذول اللي بعدها بس مش هالإشي يعني ما بدناش نحفظ حفظ صراحة ما مش هالحفظ ولا بدنا نشتغل بالطريقة هاي الله يرضى لي عنكم يا رب. طيب هسا بدنا نشوف الفقرة الجزئية اللي بعدها هي تابعة لنفس القطعة أكيد. طلاب المحترمين الآن الفقرة الأخيرة هاي بتحكي لنا عن اللي هي إيش البنت بتحب شغلات معينة her likings يعني وهسا بنشوف شو معناها وشو وضعها وبتحكي عن اللي هو linguistic skills. أوكي الآن البنت بتحكي لنا هون أنا والله بني آدم بحب مثلا اللي هو الطعام الزاكي بحب الأماكن كثير الجميلة مثلا الآن بحب على سبيل المثال الناس المضيافين الناس المضيافين فأنا أعترف وأقر وأعترف كثيرا جدا أنه كان أفضل الخيارات أني أجي على الأردن. أوكي الآن البنت يا طالبات المحترمات وطلابي المحترمين الأعزاء الأخوة والأخوات بتحكي لنا هون أنا طورت والله مهارات القراءة والكتابة والاستماع وإلى آخره. أوكي بتحكي البنت أنا طموحي في هالحياة أني أصير أهم شيء عندي يعني إني أصير طليقة في اللغة هذا أكثر طموح عندي. أستاذ مجاهد قاعد بيرن حسب بنرجع لك يا مجاهد استنانا ثواني بس الآن طموحي يا أهل الخير الله يرضى عنكم إني أصير طليقة في هاي اللغة اللي هي اللغة العربية. الآن بتحكي البنت هون وكوني أنا رح أرد آجي على الأردن كثير زيارات فالآن راح أنا أخلي هذا الطموح بصير حقيقة حلمي يعني وطموح حيتحقق. بني آدم عنده هدف معين ويتميز فيه حيوصله إجباري بتوفيق رب العالمين إذا أراد ولو أرادوا الخروج لا أعدوا له عدة. الآن أرادوا من الإرادة لازم يكون عندي يعني determination عشان أوصل للشيء اللي بدي إياه. أوكي هذا الشيء اللي هو المهم 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 شو معنى مهم important شو معنى أهمية importance بالله كلمة importance هاي أبدا مش إشي غلط ما بعرف في كلمة بهالزمانات هاي الكلمة significance معناها أهمية أهمية هو ما حيسألني بس ممكن في السؤال بيجيب لي كلمة significance هاي بمعنى أهمية. أوكي الآن أز كتبناها كتبناها إحنا نكتب يعني معك ها 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 طيب جايين جايين على الدروس اللي فيهم كتابة جايين جايين لسه قطع شغالين. الآن as someone who enjoys كشخص يستمتع ب as someone who طبعا بتحكي عن حالة بس هو اللي هي someone who enjoys يستمتع ب delicious food الطعام الزاكي هاي نحط عليها رقم واحد شكلها الحزينة هون نتعت من هالمناسف لما قالت بس الآن delicious food beautiful places الأماكن الجميلة this is number two الآن ونمبر three is friendly hospitable people people ناس طبعا hospitable مضيافين وfriendly ودودين إذن هاي رقم ثلاث now notice ترى صفتين وراء بعض لا لا الواي ظرف لا لا هون صفة معناته بيخربطنا لا 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 أصلا فش منها مشتقات كلمة friendly يعني عادي ما حتجيك أصلا يعني الآن friendly hospitable people الناس المضيافين. طب شو هم واحد واثنين وثلاث هذول واحد واثنين وثلاث يا طلاب المؤدبين اللي هم إشي بنسميه likings يعني الأشياء المستحبة بالنسبة إلها شغلات اللي بتحبها كثير فبتحكي لشخص بيحب كذا وكذا وكذا فالدراسة في الأردن studying in Jordan was one كان أحد was one كان أحد of the best decisions كان أحد أفضل القرارات
كان أحد أفضل القرار، يعني كان قرار من القرارات. الآن وين بتعود على a decision أو بتعود على اللي هو the best decision مثلا، بس هي a decision اللي هو قرار a decision، وبنشيل منها هاي لأنه when. الآن كان أحد أفضل القرارات I've made in my life، اللي عملتها في حياتي واتخذتها في حياتي. إذن هون السؤال إيش هو يا جماعة الخير اللي هم شو هم her likings، الأشياء المستحبة. I made many new friends، أنا كونت صداقات جدد، أصدقاء جدد. يعني I made many new friends. I also improved، أنا أيضا حسنت طورت. I also improved، أنا أيضا حسنت أو طورت. My Arabic speaking, writing, reading skills، skills مهارات. الآن skills مهارات speaking، this is number one، this is number two، and that's number three. الآن شو هم واحد واثنين وثلاث هذول اللي هم linguistic skills، اللي هم المهارات اللغوية، مهارات اللغوية هذول اللي هم إشي اسمه linguistic skills، اللي هي المهارات اللغوية. linguistic من language، يعني linguistic skills المهارات اللغوية. إذن I also improved، أنا أيضا حسنت my Arabic speaking, writing, reading skills، طورت مهاراتي في الحديث، في الكتابة، في القراءة، طبعا أكيد في الاستماع، بس هي ما حكتها ولا طبيعي جدا في الاستماع، وأصلا الاستماع قد يكون من أهم المهارات هاي. الآن my dream، حلمي my dream is to be fluent in Arabic one day، حلمي is to be fluent، أن أكون طليقة في العربية يوما ما. To be fluent my dream، يعني بمعنى I aspire، بمعنى أنا إيش، أنا أطمح. I aspire for being fluent، هيك قصدها، يعني أنا أطمح. fluent بالله عليكم حطوها في مستطيل، fluent. الآن فعل بي في المشتقات صفة يا جماعة. الآن إذن my dream is to be fluent in Arabic one day، أني أصير طليقة كثير في اللغة العربية يوم ما. And as I intend، ولأنني أنوي. And as I intend، ولأنني أنوي. وقفوا عند as، يلا شو هم الكلمات نحفظهم نخلص منهم. Because since، احكوا أنتوا يلا. Because since، احكوا. Because since، يلا هاي لما كنت أحكي للطلاب الوجاهي. الآن يلا عيدوا الكلمات هاي، جزء طبعا كان بيعيد، جزء ثاني الآن على أساس أنه بس هيك يعني، وطبعا كله بجهة، والله يذكرك بالخير يا فلان بجهة اللي كان ولا يعمل ولا أي حركة في القاعة، ولا أي حركة في القاعة. زمان زمان درس عندي قبل قرن هذا. الآن بس لما تيجي هيك عينه بعين الطالب هذا، بس اللي هو بيزبط القبة القميص وبيزبط، على أساس أنه يعني أنه بده هيك. إحنا دائما إحنا طلاب وفاهمين يا جماعة الخير، كنا أنه لما تيجي والله الأستاذ يطلع علي وهذا هيك، أنه على أساس أنه درجة هاي تاعت أنه درجة الفهم مليار وصلت، أنه أنا فاهم تماما شو اللي أنت بتحكي في هذا. كان بس بيزبط قاعدته، بيزبط القميص زي هيك، فالله يا رب يرضى عنه إن شاء الله تعالى ويوفقه. هسه بيقول لك أنت بتستغيب، يا إله إلا الله، حكيت اسمه، حكيت من أي جيل، ما حكيت، هو نفسه عارف. يعني مرة حكيت له، قلت له بالله إنه قال لي والله أستاذ هذا الإشي الوحيد اللي من خلاله ممكن أبين لك إن أنا فاهم يعني. فكل بني آدم له طرق تعبير، سبحان الله سبحان الله، بس بيّن بالوجه إنه عن جد فاهم ولا لا. يعني إيش قول جميل، ما أظن حديث، ما بعرف والله صراحة، بس إنه ما أخفل المسلم من سريرة إلا وأظهر الله سبحان الله على فلتات لسانه أو تعابير وجهه. يعني لما تيجي بدك تخبي عن صاحبك شغلة، أو بدك تخبي عن صاحبتك شغلة، إما بفلتات اللسان راح يطلع يبين، وتكون حاكي لحالك إنه خلص ما راح أحكي، ما بتقدرش، إلا بفلتات اللسان أو بتعابير الوجه، ببين بتعابير الوجه شو بدك تحكي. فالمهم اوكي،
فبحكي لنا هون as I intend. احنا شو اللي جاب السيرة انه نعيد الكلمات، شو هم الكلمات؟ because, since, as و because of و due to، وظيفتهم showing cause or reason. as I intend to return، وانا انوي العودة، انوي intend. يلا وين الذاكرات القوية الان؟ الفصل الماضي الان intend و plan و hope و want to afford، شو بيجي وراهم هذول؟ to plus base intend، احكوا intend و plan intend plan hope و want و afford، شو بيجي وراهم هذول؟ بيجي وراهم to زائد base. اوكي طب مين متذكر يا جماعة الخير كنا نحول من intend لإشي ثاني؟ شو من intend ل be planning؟ متذكرين زي هيك؟ متذكرين زي الحلم. اوكي الآن I intend to return، وأنا أنوي أن أعود للأردن as often as I can. as often as I can بمعنى قدر الإمكان. as often as حيمر علينا في درس المشتقات شوية فرق ما بين as often as و as much as. as often as بيدل غالبا على عدد تكرار المرات، إما عودة لشيء معين أو ممارسة شيء معين حنزيله. as often as I can، فأنا كوني أنوي للأردن أني أرجع قد ما بقدر، والله I know، أنا أعرف إنه I am going to make this dream a reality، أنا بعرف إني سوف أجعل من هذا الحلم حقيقة. إيش هو الحلم اللي بتحكي عنه this dream؟ اللي هو to be fluent in Arabic one day، هذا الحلم إني أصير الآن طليقة في العربية، أو to speak Arabic fluently، إني أتحدث العربية الآن fluently. Instead of defining success، بدلاً من إنك تحكي وتعرف النجاح، you just consider my abilities، اطلع على قدراتي واطلع على إنجازاتي لحالك بتعرف شو هو النجاح. ما شاء الله عبارة جميلة. إذن الآن to be fluent in Arabic one day اللي هو this dream، هذا الحلم، إني أجعل من هذا الحلم a reality. إيش مر علينا بقطعة the internet of things بهالزمانات؟ كلمة بمعنى كابوس، اللي هو حلم كابوس، اللي هو nightmare. nightmare اللي هو كابوس. الله يبعده عنكم يا رب ويجيب لكم الخير من أوسع أبوابه. طيب يا طلاب المؤدبين المحترمين، هسا بدنا نحل الأسئلة إن شاء الله في الفيديو اللي بعد هذا. شو بنعمل؟ هاي هزبط، هاي شو بنعمل يا أهل الخير؟ بنروح الله يرضى لي عنكم يهدي بالكم يا رب، نوقف الفيديو، ما خلص الفيديو أصلا، الآن بنسمع الكلمات أو لا تأخذوا بريك صغير هيك ونرجع نسمع الكلمات. الله يرضى عنكم يا رب ويهدي بالكم. انجن، لازم تكون مجنون في الدراسة، والله العظيم نفس تجن وما بها من جنة إن الجنون لبعض وحي العقل. هيك يوم من الأيام بيجي يحكوا لك أهلك أنت مجنون في الدراسة، يحكوا لهم اصبروا شوي، الجنون اللي أنتم بتصنفوه جنون هذا وحي العقل. الله الله، يلا يعطيكم العافية يا جماعة، أن نرفض النوم وهبوا للعلا فالعلا وقف على من لم ينم. سلام عليكم رحمة الله تعالى وبركاته، يعطيكم ألف عافية يا رب.